وفي انتاج العدادات. العدادات السمارت. اي عدادات؟ طبعا احنا بدانا بانتاج عدادات السمارت اللي ابتدت دلوقتي وزاره الكهرباء تستخدمها. كهرباء يا فندم، عدادات الكهرباء بدانا في الاول قبل كده في انتاج العداد السنجل فيز والدبل فيز والبريبيد. حاليا نبدا انتاج العداد السمارت لصالح وزاره الكهرباء. وطبعا احنا دايما بنهدف ان احنا بنزود عمق التصنيع وماشيين بمخطط مدروس، بنبدا ان احنا نوصل لوقت معين مخطط، نوصل بعمق تصنيع اعلى عمق تصنيع ممكن لتصنيع العدادات، بحيث يبقى منتج محلي مصري بجوده عاليه نفتخر بيه. هل العدادات ابتديتوا تسلموها فعلا لوزاره الكهرباء وتستخدمها؟ العقد بادئ يا فندم لسه في بدايه الانتاج. ايوه. طبقا للمخطط ان شاء الله هينتهي في خلال شهر 12 القادم. شهر 12 تسلمه؟ تسلم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انا شايفه كمان انه عرفت كده، يعني استقصيت كده وعرفت ان انتوا بتعملوا العلامات الارشاديه، اللوحات الكهربائيه، الاشارات، يعني شايفه ان في نشاط اخر ايضا. في انشطه اخرى زي الشاشات العملاقه اللي بتبقى شاشات الاعلانات اللي هي شغاله بتكنولوجيا الليد، وزي اشارات المرور اللي حضرتك شفتيها دي برضو بتتم هنا انتاج في شركه بلد. يعني اللي انا بشوفه في الشوارع ومثلا في الاستاد واشارات المرور، هل ده انتاج مصري 100%؟ في نفق الازهر. في نفق الازهر حاليا بنعمل في نفق الازهر. ده انتاج مصري 100%؟ ده انتاج 100%، انتاج شركه بلد. ايوه يا فندم. امال ليه انا كنت معتقد ان احنا بنستورد الحاجات دي؟ لا، احنا دلوقتي في تطور كبير وفي تقدم، وطبعا احنا لما بنيجي نخطط بنخطط ان احنا نحاول ان احنا نزود امكانيات خطوط الانتاج، لان انت عارف حضرتك ان كل المنتجات الالكترونيه التطور التكنولوجي فيها عالي جدا وسريع. كان زمان كنا نقول كل سنه، دلوقتي كل يوم تلاقي جديد. فاحنا لازم ان احنا نواكب التطور ده. عشان نواكب التطور ده لازم ان احنا بندرس كويس، ان احنا ندبر خطوط انتاج حديثه، نرفع كفاءة ونطور خطوط الانتاج اللي موجودة، ثم ان احنا الانتاج المنتج الحالي اللي احنا شغالين فيه بنحاول نطوره، وبندخل بنعلم وندرب الناس الفنيين والكوادر الفنية والكوادر البحثية، ان هي بتقدر تبقى في المستقبل تقدر تطور المنتج وتقدر تبتكر ان احنا نقدر نصنع منتج مصري محلي بعقول مصرية.